موضوع السكشن ده هو الارتيريال بلود بريشر. ايه هو التعريف بتاع الارتيريال بلود بريشر اللي هو ضغط الدم؟ هو عبارة عن ايه؟ اللاترال بريشر اكزيرتد باي بلود اون ارتيريال وولز نورمالي ات اوسيليت ديورينج كاردياك سايكل بتوين ماكسيمم ليفل سيستوليك بلود بريشر ومينيمم ليفل دايستوليك بلود بريشر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو قوة الضغط الجانبية اللي بيعملها البلود على الوول بتاع الفيس اللي هو الارتيريال وول وهو ماشي فيه، بيتغير اثناء الكاردياك سايكل. يعني في ماكسيمم ليفل الاعلى ضغط بيوصل له الدم، ضغط الدم اثناء مروره في الشريان اسمه سيستوليك بلاد بريشر، واقل ضغط بيسجله هو الدايستوليك بلاد بريشر. وبسجله ازاي؟ سيستوليك اوفر دايستوليك اللي احنا معظمنا بنسمع عنه ضغطه 120 على 80. يعني ايه 120 على 80؟ يعني السيستوليك على الدايستوليك 120، يعني السيستوليك 120 والدايستوليك 80. عندي بعد كده بقى شوية definitions نحاول نفهمهم مع بعض كده. اول definition بتاع systolic blood pressure، يعني ايه systolic blood pressure؟ زي ما قلنا هو الماكسيمم ليفل بتاع الارتيريال بلاد بريشر ريتشد ديورنج ايه الماكسيمم ايجكشن فيز. ايه الماكسيمم ايجكشن فيز دي؟ في فيزس للكاردياك سايكل هتدرسوها في النظري، منها الفيز بتاعت الماكسيمم ايجكشن فيز. ايه اللي بيحصل فيها؟ يعني باختصار كده ان الدم اللي بيتعبى اثناء الدايستول كله بيتضخ باكبر كميه في الفيز دي، فطبيعي لما يتضخ اكتر كميه من الفنتريكل للاورطه منه لباقي الشرايين ده يسجل اثناءها بقى الضغط في الشرايين ده اعلى ضغط. او ليه ديفينيشن تاني، ات از لاترال بريشر ان زي الضغط الجانبي اكزيرتد باي بلاد اون ارتيريال وول. امتى بقى؟ في الماكسيمم ايجكشن فيز اللي هي في الكاردياك سايكل، زي ما قلنا اقصى ضخ من الفنتريكل للفيسل. حوالي كام بقى الضغط ده؟ 120 ملي متر ميركوري. ليه رينج كده من 100 ل 140، بس في الموست كومون 120. دايستوليك بلاد بريشر ايه هو الدايستوليك بلاد بريشر؟ زي ما احنا قلنا المينيمم ليفل بتاع الارتيريال بلاد بريشر ريتش ديورنج ايه الفيز بتبقى اللي بيحصل فيها الدايستوليك بلاد بريشر ده؟ الايزومتريك كونتراكشن فيز. ايه الايزومتريك كونتراكشن فيز دي؟ دي الفيز اللي قبل ما يحصل ضخ للدم، قبل ما يفتح الاورتيك فالف عشان الدم يتضخ من الفنتريكل للاورطه منه لباقي الفيسل، قبلها على طول اللي هو تعتبر فتره الدايستول اللي هو بيعبي فيها دم. فالضغط في الفيسل بقى بيبقى قليل جدا لان لسه ما اتضخش، عمال الفيسل عماله تسرب للتشو، فالضغط فيها بيقل ولسه الفنتريكل ما ضخش فيه الفيسل. او ديفينيشن تاني اللاترال بريشر اللي هو الضغط الجانبي اكزيرتد باي ذا بلاد على الارتيريال وولز ديورنج قلنا ايه ايزومتريك كونتراكشن فيز، لسه الدم ما اتضخش والاورتيك فالف مقفول ما اتضخش في الاورطه، وفي نفس الوقت هو ما اتضخش وفي نفس الوقت عمال الاورطه توزع على باقي الفيسل للتشو، فالضغط فيها بيقل. حوالي كام ده؟ 80 ملي متر ميركوري. ليه رينج برضو من 60 ل 90. الديفينيشن اللي بعد كده هو البلس بريشر. ايه هو البلس بريشر ده؟ هو الديفرنس بين السيستوليك والدايستوليك بلاد بريشر، فرق السيستول من الدايستول. ده بحسه بحاجه كلينيكال كده مشهوره ومعروفه ومهمه يعني كميديكال، اسمها ايه؟ الريديال بلس. بحس بيها الفورس بتاعت الارتيريال بلسيشن. كل لما يبقى الفرق بين السيستوليك والدايستوليك كبير بحس الايه النبضه جايه قويه. لو انا بحس ريديال بلس حاجه في البريفرال بلس حاجه بقدر احسها منها، في بريفرال بلس ارتيريال كتير اقدر احسها، بس اشهر واحد بنحسه اللي بنحسه في الايد الريديال بلس، هو ده اللي بحس. فهو بيديني انديكيشن على الفورس بتاعت الارتيريال بلسيشن، هو حوالي لو طرحتهم من بعض 40 مليمتر ميركوري. تاني حاجة المين ارتيريال بلاد بريشر. ايه المين ارتيريال بلاد بريشر؟ هو بيقولك الافريج ارتيريال بلاد بريشر ثرو اوت الكاردياك سايكل. حسبوه حاجة كده ايه المتوسط بتاع ضغط الدم خلال كل الكاردياك سايكل. طب واحنا من دراستنا للكاردياك سايكل عارفين ان فترة الدايستول اطول مدة من السيستول، عشان كده الفاليو بتاع المين ارتيريال بلاد بريشر قريبة للدايستوليك بلاد بريشر اكتر من السيستوليك بلاد بريشر. ليها معادلتين كده، ايه؟ التلتين الدايستوليك بلاد بريشر زائد تلت السيستوليك، تلتين الدايستوليك زائد تلت السيستوليك، او الدايستوليك زائد تلت البلس بريشر، وهي حوالي 93 مليمتر ميركوري.
ايه هي البرنسبل بتاعة البلاب بريشر؟ قاعدة يعني ايه الاساس بتاع موضوع البلاب بريشر ده؟ بيقولك الفلويد when الفلويد is forced to move inside a tube it acquire energy. لما الفلويد بجبره انه يمشي جوه تيوب بيكتسب طاقة اسمها الفلويد انرجي. ليها two component lateral force و forward force. اللاترال فورس دي البريشر انرجي، والفورورد فورس كاينيتيك انرجي اللي بتخلي الفلويد يتحرك. نقول تاني البرنسبل بتاعه الارتيريال بلاد بريشر، الفلويد هو ان فورس تو موف انسايد تيوب، لما بجبر الفلويد انه يمشي جوه تيوب بيكتسب طاقه اسمها الفلويد انرجي، عباره عن جزئين اتنين، لاترال فورس البريشر انرجي، البريشر اللي احنا قلناه بالضغط السائل على جدران التيوب دي، وفي انرجي تانية اللي هي بتخليه يتحرك جوه التيوب اسمها forward force او kinetic energy. التو كومبوننت دول اللي هم اللاترال فورس والفورورد فورس هم interchangeable مع بعض، بيتغيروا، يعني لما واحدة تزيد التانية بالتالي تقل. لما الكاينيتيك انرجي بتزيد في الفاسكولار سيجمنت يعني في الفيسل، البلاد بيتحرك اكتر من البلاد ما بيتحرك جوه الايه الهارت مثلا، مثال يعني. فكل ما بيتحرك بيفقد جزء من الايه جزء من الطاقه ده في الكاينتيك ان هو يتحرك، بالتالي هتقل البريشر انرجي، بارت من البريشر انرجي جراديوالي دروب تو مينتين كاينتيك انرجي. يعني طول ما البلاد ماشي جزء من المفروض البلاد يعمل ضغط على الوول، جزء من الطاقه دي بيفقد عشان البلاد يتحرك. قلنا البلاد ماشي جوه التيوب بيعمل ايه ضغط على الجوانب، طب هو عشان يتحرك بيفقد، عشان يتحرك بيفقد جزء من الطاقة اللي مفروض يعملها على جدران الوول. also part من البريجر انرجي لوست في overcoming resistance الفريكشن، يعني ايه عشان زي ما بقول كده عشان إيه؟ في ريزيستنس جوه الفيسل بالذات الارتري، مش احنا عارفين ان الارتريز دي بتبقى فيها ديجري من الالاستيستي، عشان يقاوم الالاستيستي بيستهلك طاقه، فبالتالي البريشر انرجي اللي بيعملها على الجدران هتقل. بيقول البلاد بريشر جوه الاورطه 120 على 80 بس في الرايت اتريوم 2 ملم ميركل. What is the importance of arterial blood pressure؟ ايه فايدة الarterial blood pressure ده فيسيولوجيا جوه الجسم؟ اول حاجة maintain التشو perfusion، يعني هو المسؤول عن blood flow، الضغط اللي متولد جوه الفيسل ده هو اللي مسؤول عن blood flow للتشو، لكل التشو جوه، حتى اللي فين above the level of the heart. يعني طبيعي ان الدم ينزل يتضخ في التشو below the level of the heart، لكن لو مفيش ضغط جوه الوعاء ما كانش هيوصل لي التيشوز اللي ايه above the level of the heart. تاني حاجة هو مسؤول عن حاجة اسمها الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر. جوه الكابيلاري في ضغطين كده، حاجة اسمها هيدروستاتيك بريشر وحاجة اسموتيك بريشر. هيدروستاتيك بريشر دي قوة بتساعد على الترشيح، ينزل ترشيح يعني ينزل تيشو جوه، ما الكابيلاري دي خلاص عند التشو، لما يحصل فيها ترشيح هيحصل فلويد فورميشن في الايه في التشو. التشو فلويد فورميشن ده مهم جدا عشان ايه التغذيه بتاعه التشو، هنا بيوصل النيوترينت والحاجات اللي التشو محتاجها عن طريق التشو فلويد ده. وقوه ثانيه مالناش دعوه، الاوزموتيك بريشر ده مسؤول عنها بلازما بروتين، مش قصتنا دلوقتي، دي ليها رول برضو. بس في حاجه ثانيه انا بتكلم عن الارتيريال بلاد بريشر، هو اللي مسؤول عن تكوين الجزء الترشيحي ده اللي هو الهيدروستاتيك بريشر جوه الكابيلاري، اللي بيساعد على تكوين تيشو فلويد فورميشن، وبالتالي مسؤول عن التيشو نيوتريشن. الدايستوليك بلاد بريشر ده از اسينشال فور كورونري بلاد فلو وكيب التيشو بلاد فلو ديورنج الدايستول. نتخيل كده لو مفيش ضغط دم في الوعاء اثناء الدايستول، يعني المفروض ان احنا كان مخيلتنا كده واحنا صغيرين ان التيشو القلب بيضخ دم وبعد سيستول وبعد كده الدايستول مفيش دم في التيشو، لا طبعا في تيشو برفيوجن اثناء الدايستول، ده السبب وجود ايه قوه ضغط للدم في الاوعيه اثناء الدايستول، في ضغط في الفيسلز بيضخ دم للتيشو حتى والهارت ما بيعملش كونتراكشن بيملا دم، ماشي. فعشان كده البلاد فلو للتيشو continuous not pulsatile، مش مع السيستول بس، لا اثناء الدايستول عشان في ضغط جوه الوعاء في برضو تيشو برفيوجن.
الماتيريالز والميثود بقى اللي انا بقيس بيها الارتيريال بلاد بريشر عباره عن ايه. بحتاج استيثوسكوب اللي هي السماعه، والسفيجمومانومتر اللي هو الجهاز اللي فيه الزئبق ده. عباره عن ايه بقى الجهاز اللي فيه السماعه بتاعت اللي عارفينها؟ جهاز الزئبق ده عباره عن ايه؟ عباره عن انفليشن كاف، يعني رابر باك كده بتبقى موجوده جوه بيس اوف كلوث، يعني حته من القماش كده. ليه بقى؟ عشان اسهل ان انا الفها حوالين الارم، فاسيليتيت اتس فيكسيشن اراوند الابر ارم. والباك دي ليها كونكتد ويز تو رابر تيوبس. اول واحده كونكتد لايه؟ لانفليشن بامب، حاجه بتضخ هواء فيها ومعاها فالف عشان اعرف انفخها وافضيها، تو فاسيليتيت اتس انفليشن وديفليشن. يبقى هي عندي انفليشن كاف موجوده، اللي هي ايه؟ الانفليشن كاف دي عباره عن رابر باج موجوده جوه بيس اوف كلوث عشان اعرف الفها حوالين الابر ارم، اللي ليها طالع منها تو رابر تيوبس. اول واحد كونكتد لايه؟ قلنا لانفليشن بامب، حاجه عشان تنفخ فيها الهواء، وفالف بقى يسمح ان انا انفليشن وديفليشن افضيها وانفخها. السكند از كونكتد تو ميركوري مانومتر، التيوب الثانيه بقى دي متصله بالايه؟ بالزئبق ده، عشان يقيس الايه؟ البريشر اللي جوه العمود بتاع الزئبق ده، هيقيس البريشر اللي جوه الباب. في بريكوشنز بقى قبل ما ابدا القياس، دي بقى اللي بتميز الدكتور عن اي حد بيقيس الضغط كده في الشارع، في صيدليه، في اللي واقف في صيدليه مش دكتور كده. في بريكوشن قبل ما اقيس الضغط. ايه بقى؟ في بريكوشن في السبجكت، الشخص اللي هنقيس له الضغط ده، حاجه بنسكمها كده، يعني حاجه في الارم ماسل، حاجه في الكف، حاجه في السفيجمومانومتر، حاجه في الاستيثوسكوب. السبجكت لازم يكون ايه؟ الشخص ده لازم يكون نوت اوكسايتد، يعني وريلاكسد، مرتاح فيزيكال ومنتال ريست، فيزيكال ومنتال ريست. الارم ماسل برضو لازم تكون ريلاكسد، ما يبقاش فيه تنشن خالص. الكف دي بلفها ايه؟ 3 انش اباف ذا البو، وبعد كده ولازم تعمل انسيركلينج ليه تلتين الارم سيركمفرنس، يعني لازم تكون لفه حوالين تلتين الارم، وما هياش نوت تو لوز، مش مهويه قوي، نوت سو فيرم، ما هياش برده ماسكه قوي. والرابر باج احس الباج جوه القماشه دي تبقى ناحيه الايه؟ الميديال سايد فوق البريكيال ارتري. يبقى قلنا التاني الكف بنلفها فوق عند الالبو، اباف ذا البو 3 انش، نوت سو لوز، نوت سو فيرم. والسفيجمومانومتر بيكون عند الليفل بتاع الهارت، والاستيثوسكوب بتاع الاير بيس لازم تكون فيتد للاوبزرفر اير. ايه بقى الطرق؟ احنا عرفنا الجهاز اللي هنستخدمه. ايه بقى الطرق بتاعه قياس الضغط؟ اول حاجه عندي حاجه اسمها بالباتوري ميثود. بالباتوري ميثود، بالبيشن يعني بحس. بنعملها ازاي البالباتوري ميثود دي؟ بحس الراديال بالس. الراديال بالس بيبقى لاترال ناحيه الصابع الكبير، زي الصوره كده، بحسه ناحيه الصابع الكبير بالثلاث صوابع، بحسه بالثلاث صوابع. المفروض ان انا بضغط بالصابع الموست لاترال جامد، والصابع اللي في النص هو اللي بيحس، واللي جوه بيضغط بسيط. يبقى بره بضغط جامد، والصابع اللي في النص بحس بيه، بضغط جامد عشان احوش دم احس النبض، والصابع اللي في النص هو اللي بحس بيه، واللي جوه خالص بضغط بسيط بيه. وبعمل خلاص انا حسيت الراديال بالس. الكف بتكون ملفوفه حوالين الارم زي ما قلنا بالطريقه اللي احنا قلناها، 3 انش اباف ذا البو، لفه حوالين التلتين السيركمفرنس بتاع الابر ارم، وما هياش لا لوز ولا فيرم. برفع بقى بعمل لها انفليشن، يعني بنفخها لحد امتى؟ لحد البلس اللي انا حاسه بايديا ده ما يختفي، ماشي. وبعد كده ارجع ايه؟ اهويها تاني بالراحه. اول ما احس البلس تاني هو دي قيمه السيستوليك بلاد بريشر. الطريقه اللي احنا قلناها دي اللي هي البالباتوري ميثود ليها مميزات وعيوب. هي الفكره بتاعتها بسيطه، ان انا عملت ايه؟ انا حسيت الراديال بالس ده، البالس اللي جاي في اللي انا حاسس بيه جاي له منين؟ جاي له من البريكيال ارتري. انا رفعت الضغط خالص، يبقى انا الضغط اللي في الكف ده بفضل ارفعه لحد ما احسوش، يعني انا كده الضغط اللي جوه الكف اعلى من الضغط جوه البريكيال ارتري، عشان كده قفله،
صح؟ فما عنتش حاسس، برجع ايه اوطي تاني بالراحة قوي سلولي. ليه؟ عشان اول ما الضغط ده يقل جوه الكف ويا دوبك احس راديال ارتري، يبقى يا دوبك لسه الكف الضغط جوه الكف اعلى من السيستوليك حاجة بس، يبقى هو ده بيديني اشارة على السيستوليك بلاد بريشر. بس هي طبعا ايه رف ميسو، بس بتديني ايديا عن الليفل بتاع السيستوليك بلاد بريشر، وبيعمل افويد لحاجه اسمها سايلنت جاب، هنشرحها بعدين. السايلنت جاب دي بتبقى موجوده في الاوسكالتاتوري ميثود، دي ايه بتديني ايديا يعني ايه، بتديني فكره عامه عن قيمه السيستوليك بلاد بريشر ماشي. وبرده من العيوب بتاعتها ان هي ميجر السيستوليك بلاد بريشر ما عرفتش الدايستوليك بلاد بريشر، وهي تعتبر رف ميثود بيبقى فيها ايرور حوالي 10 مليمتر ميركوري زائد او ناقص يعني. تاني ميثود اسمها اوسكالتاتوري ميثود، من اسمها كده، دي اللي بستخدم اوسكالتيشن يعني بسمع بالسماعه، دي اللي بستخدم فيها السماعه. البلباتوري ميثود ما جبتش سيره السماعه خالص. بعمل ايه في الاوسكالتاتوري ميثود دي؟ الكف بلفها بالطريقه اللي انا قلت عليها حوالين الارم، والديافرام الحته اللي بنسمع منها بحط اللي بسمع طبعا احنا عارفين الاير بيس بتاعه السماعه اللي بنحطها في ودننا والحته اللي بنحطها على الجسم، فبحط اسم الحته اللي بحطها على الجسم دي اسمها ديافرام، بحط الدايفرام تايتلي اوفر ايه البريكيال ارتري، ما انا لافف في الكف حوالين البريكيال ارتري. بعمل ايه بقى؟ بنفخ الكف انفليتد رابيدلي لحد فين؟ برفع الضغط لحد انا عرفت من البلباتوري ميثود السيستوليك بلاد بريشر كام، برفع حوالي 30 ملي متر ميركوري اباف السيستوليك بلاد بريشر اللي انا قسته بالبلباتوري ميثود ماشي. وبعد كده اعمل ايه؟ انزل بالراحه، يعني انا برفع بسرعه وبنزل بالراحه سلولي ديفليتد بريت 2 ل 4 ملم ميركوري في السكن. ولما البريشر بيقل جوه الكف بسمع بالسماعه، ما انا حاطط السماعه جوه ودني، ساوند كده مشهوره اسمها كورتكوفس ساوند، كورتكوفس ده على اسم العالم يعني، بسمعها وانا بنزل ايه الضغط كده، بتديني دلاله بقى، بسمع اصوات معينه بتديني دلاله على السيستوليك والدايستوليك بلاد بريشر. ولما الساوند بتختفي خلاص الكف لا خلاص ما عندي السامع بقى، انا كنت بنزل السول هنزل بسرعه بقى لاني خلاص اكون عرفت قيمه السيستوليك والدايستوليك بلاد بريشر. دي صوره اهي موضحه البلس، رسمه للبلس بقى مع في الكاردياك سايكل، سيستول دايستول سيستول دايستول، والكف ملفوفه ازاي والسماعه وبقيس ماشي. دي صوره توضيحيه. انا قلت في الاوسكالتاتوري ميثود ان انا هعمل ايه، هرفع البريشر جوه الكف لحد اعلى من السيستوليك اللي انا عارفاه بالبلباتوري ميثود، وبعد كده هنزل سلولي ديفليشن لكف، هسمع اصوات. ايه سبب سماع الاصوات ده؟ ايه سبب ايه الاصوات دي؟ الصوت السماع الدايفرام بتاع السماعه محطوط على البريكيال ارتري، ايه اللي خلى البريكيال ارتري يعمل اصوات كده؟ نورمالي البلط بيبقى ماشي في الفيسل حاجه اسمها اللامينر فلو ماشي، خطوط كده ما بتعملش، اللامينر فلو ده ما يعملش صوت في السماعه. امتى البلط يعمل صوت اسمعه؟ لما يحصل في حاجه اسمها التربلنس. التربلنس يعني ايه؟ لخبطه مش ماشي، خطوط مستقيمه كده، لو حصل ايه كونستريكشن كده، عملت كونستريكشن في طريق في الفيسل في الطريق بتاعه، البلاد بدل ما هو ماشي كده خطوط مستقيمه لا هيحصل له ايه تيربلنس. التيربلنس ده هو اللي بيعمل اصوات. ايه هي الستيجز او الاصوات بتاعت الستيجز بتاعت كورتوكوفس ساوند او الاصوات اللي بسمعها في السماعه وانا بعمل سلولي ديفليشن للكف الاوسكالتاتوري ميثود؟ اول حاجه بسمع كلير تابنج ساوند، يعني صوت كده بيخبط في وداني، ده انديكيشن على الايه السيستوليك بلاد بريشر. وبعد كده بسمع صوت ميرمر اللي هو زي صوت نفخ كده، الميرمر ده اصوات كده ممكن نسمعها على الهارت برضو، تعرفوها في الكارديو بالتفصيل، زي صوت نفخ كده، ده ملوش دلاله، ده قلنا اسباب الاصوات التربلنس بتاع البلاد فلو. وبعد كده الساوند، انا في الاول سمعت صوت زي نفخ، اول حاجه قلنا الكلير تابنج ده سيستوليك، وبعد كده هسمع ميرمر اللي هو زي صوت النفخ بلوينج، وبعد كده الاصوات هتبقى عاليه شويه، الميرمر ده يبقى عالي شويه، وبعد كده الاصوات هيبتدي الصوت هيحصل له مافلينج. مافلينج يعني ايه؟ يبقى منخفض، تقل الحده بتاعته او كان ان انا ايه مش سامعه.
اول ما الصوت يحصل له مفلنج كده ده انديكيشن على ايه الدايستوليك بلاد بريشر في التشيلدرن والادلت افتر اكسرسايز. ماشي، اول الصوت يختفي يبقى ده انديكيشن على الدايستوليك بلاد بريشر في الريستنج ادلت. دي صورة توضيحية برضو بتوريني الضغط بقى سيستوليك ودايستوليك والكف وفي بلباتوري ميثود وبعد كده بخلص البلباتوري اسكالتاتوري السماعة اهي. فدي مجرد صورة بس توضيحية. في حاجة بقى كده ملاحظة، احنا كنا قلنا ايه ان البلباتوري ميثود دي مهمة في حاجة اسمها ايه، بعمل افويد لحاجة اسمها سايلنت جاب في او اسكالتاتوري جاب بتبقى في الاسكالتاتوري ميثود. ايه السايلنت جاب او الاسكالتاتوري جاب دي؟ في الناس الهايبرتنسيف لقوا كده، في الناس الهايبرتنسيف احنا قلنا الكورتيكوفس ساوند بتبقى ايه، كلير تابنج ساوند ميرمر وبعد كده الصوت يبقى لاودر وبعد كده الصوت يبتدي يختفي. لقوا في فترة بعد الكلير تابنج ساوند بتاع بعد الكي 1 بلاقي في الهايبرتنسيف بيبل اسمع كلير تابنج ساوند وبعد كده فترة كده سايلنت سكوت خالص مفيش اي صوت وبعد كده الصوت يرجع يبتدي يظهر تاني. طب ايه اللي هيحصل لو انا ده بيحصل ويرجع الصوت وتبدا المراحل بقى؟ لو انا مش عارف اصلا السيستوليك بلاد بريشر ايه اللي ممكن يحصل؟ ان انا مرفعش لما اجي اقيس بالاسكالتاتوري ميثود وانا ما قستش بالباتوري، البالباتوري بيديني قيمه رفع على الايه السيستوليك بلاد بريشر وانا برفع اعلى من 20 او 30 زي ما احنا قلنا كده. طب لو انا ما عملتش بالبيشن ومش عارف ارفع اي حاجه زي ما الناس بتقول كده، مثلا الضغط في الناس العادي 120 ارفع 130 والراجل مثلا ضغطه 150، ما انا ما اعرفش بقى ده شغل بقى ناس جهله بقى ما ينفعش كده بقى، هعمل ايه كده انا رفعت ما جبتش اصلا الضغط فهسمع الساوند ايه وهو مثلا بيبتدي يرجع، مش ان هو اول واحد يعني اول واحد كده ما لحقتهوش لان انا اصلا ما رفعتش اعلى منه عشان في فتره جاب بين كي 1 وكي 2 اللي هو الكلير تابنج ساوند الاول وبعد كده الميرور في جاب كده فاصل في النص، فانا ابتدي اسمع الصوت بقى لما يبتدي يرجع مش الصوت الاساسي، فده هيدي طبعا ايه فولس ريدنج. لكن انا لو استعملت الطريقه بقى العلميه الصح ان انا استخدم البلباتوري ميثود الاول عشان اديني رف انديكيشن وارفع اعلى منها 20 ل 30 كده هعمل افويد ان انا ايه ادخل في سايلنت جاب وري ابيرنس مش الصوت الاساسي، يبقى يعني انا بقيس الري ابيرنس على انه الايه الكلير تابنج ساوند ده طبعا هيديني فولس ريدنج، يبقى الاحسن ان انا اعمل ايه بلباتوري وبعد كده اسكالتاتوري ميثود. ايه هي الفسيولوجيكال فاكتورز بقى افكتنج ارتيريال بلاد بريشر؟ هي الايج والسليب والبادي بيلت والايموشن والسكس والاكسرسايز والجرافيتي والميلز، نحفظهم باي طريقه بس هما سهلين يعني الايج والسكس والبادي بيلت الايموشن السليب الاكسرسايز والجرافيتي والميلز. الايج هيأثر ازاي؟ بيقول لك الارتيريال بلاد بريشر فاري ويز ايج، في النيو بورن بيبقى قليل 80 على 40، عند ايج اوف 20 بيبقى 120 على 80، مع الايج عند 60 years old بيبقى 150 على 90. طبعا احنا عارفين ده بسبب حاجه اسمها اثيروسكلروزيس. ايه اثيروسكلروزيس دي؟ اللي هي تصلب الشرايين. يعني ايه تصلب الشرايين؟ الشرايين بتفقد الالاستيسيتي بتاعتها فبالتالي لما الدم بيتزق فيها من البلاد للأورطة للفيسل ما بتريحش مع الدم، لما يبقى فيه إلاستيستي في الفيسل هيريح بالتالي الضغط هيقل، لكن ما فيش إلاستيستي هو فيه فات وكوليسترول وحاجات بتعمل ديبوزيشن فيه هو ليه باثولوجي معين الأثيروسكلروزيس هتدرسوه أكيد بالتفصيل، فبيبقى ايه ريجيد كده فمش مش هتريح مع الدم، فايه اللي هيحصل الضغط فيها هيعلى جامد. السكس بيختلف السكس ازاي من الميل للفيميل؟ بيقول لك ان في الادلت ايج بيبقى ايه الفيميل اقل، عارف ليها عوامل طبعا كتير برضو، الماسل ماس بيبقى الماسل ماس في الراجل اكتر بتبقى الفيسل ضخمه فيها،
فبتبقى ضغط الدم فيها عالي تختلف عن الفيميل. اما في المينوبوز اللي بيحصل بيبقى هاير في الفيميل اكتر، ده بسبب ايه؟ طبعا المينوبوز هرمونال تشينج قلل الاستروجين والستريس، الايموشنال ستريس بيبقى معروف فترة المينوبوز الهرمونال تشينج دي بتتسبب في ايه؟ ايموشنال ستريس للفيميل، فبيبقى الاستريس عارفين طبعا ان هو بايه؟ بيعلي الضغط. طب ضغط الدم ده بيختلف ازاي على حسب البادي بيلت؟ بيقولك ان الناس الاوبيس بيبقى ضغط الدم فيهم عالي، بيبقى بقى اسوشيشن كده، اكيد الاوبيس ده عنده اثيروسكلروز فضغط الدم هيبقى عالي. طب الايموشن بتفرق ازاي؟ بيقولك الناس الكرونيك ايموشن او الناس اللي هم حساسين بيبقى عندهم السمباثيك اوفر اكتيفيتي عالي، وبالتالي الكاردياك اوتبوت عالي والفازو كونستريكتور تون عالي، فالارتيريال بلاد بريشر عالي. طب الاكسرسايز بتفرق بتأثر ازاي على الضغط؟ الاكسرسايز بيعمل temporary increase في الارتيريال بلاد بريشر، يعني حاجة مؤقتة رايز في السيستوليك بلاد بريشر، وبعد كده decline to a resting level within 5 minutes، يعني في بداية الاكسرسايز بس بيحصل ايه؟ حاجة مؤقتة كده ارتفاع في السيستوليك بلاد بريشر، وبعد كده الميكانيزمات بتاع الجسم بتشتغل وبيقل الضغط تاني للنورمال. طب السليب بيأثر ازاي؟ كوايت سليب او اللي هو النوم الهادئ طبعا معروف ان مع السليب بيزيد الباراسمباثيتك، فالضغط هيقل وبيقل السمباثيتك فالضغط بيقل، لكن بقى الستريسفول دريمز والنايت ميرز الاحلام المفزعه والنوم اللي مش العصب مع في النوم اللي هو بدخل في مرحله الاحلام والكوابيس وكده، لا السمباثيتك بيعلى والضغط بيعلى. طب الميلز هتأثر ازاي الوجبات؟ بيقولك الارتيريال بلاد بريشر بيرتفع سلايتلي افتر ميلز، ليه بقى؟ بيزيد الابزوربشن اوف فلويد فروم الانتستين بعد الميل، بيحصل بيزيد الابزوربشن، الفلويد دي بتدخل في الايه؟ في البلاد، فبيزيد بالتالي الكاردياك اوتبوت، وبيحصل فازو دايلاتيشن في منطقة السبلانكينج اريا، دي منطقة الايه؟ البطن اللي بيحصل فيها موجود فيها الاستومك والانتستين والحاجات دي، وبيحصل فيها الهضم، فهيزيد الفينوس ريتيرن منها ويزيد الكاردياك اوتبوت، وبالتالي الارتيريال بلاد بريشر هيعلى. طب ايه تاثير الجرافيتي على الارتيريال بلاد بريشر؟ الجاذبيه يعني عند الليفل اوف ذا هارت والبيرسون لاينج داون، يعني مفيش افكت للجرافيتي خالص، هتلاقي الافكت بتاع الجرافيتي على الارتيريال بلاد بريشر زيرو. لو انا نايم كده مفيش افكت للجرافيتي، افكت الجرافيتي بيبان وانا واقف، وانا واقف ايه اللي بيحصل بقى؟ الارتيريال بلاد بريشر طبيعي يبقى عالي في الليفل بلو ذا ليفل اوف ذا هارت، وابوف ذا ليفل اوف ذا هارت يبقى لوور.